بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد النبي الهادي الأمين، وعلى آله وأصحابه وكل الأنبياء إخوانه بإحسان إلى يوم الدين. عطوفة راعي انطلاقة مهرجان العباءة الخضراء في دورته السادسة عشر، مندوب عطوفة محافظ عجلون، عطوفة رئيس بلدية عجلون الكبرى، أصحاب العطوفة والسعادة، أيها الإخوة والأخوات، حفلنا الكريم البهي هذا أسعد الله بالخير واليمن والبركات، مساءكم الطيب الحافل بالفرح. بادي ذي بدء، لا بد لي بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن القطاع الثقافي والهيئات الثقافية في محافظة عجلون وكل المؤسسات الشريكة، بلدية عجلون، محافظة عجلون، الهيئات الثقافية، الإعلاميين، أبناءكم حيثما كانوا، المؤسسات الأهلية، كل من كان له مشاركة في إنجاح قيمة وقيم هذا المهرجان عبر سنواته التي خلت. خالص شكرنا وتقديرنا لهم على عظيم هذه الجهود والتي قد شاركوا فيها، ونحن نكن لهم كل الاحترام والتقدير. شاركوا بها إيمانا منهم بكل المعاني والقيم الثقافية التي ترتقي في هذه المحافظة، هذه المحافظة التي تستحق منا دائما وأبدا الكثير الكثير، فهي جميلة الجميلات، وهي بالتاريخ وبالإنسان عميقة، فبكل أبعادها ومختزلاتها التاريخية لا زالت هذه المحافظة تمثل فينا الحيوية والنبض. فنحن كجزء من هذا الوطن العزيز الأشم بقيادته الهاشمية الرائدة الرحيمة، نعتز بكل ما في هذا الوطن من أصالة وقيم وموروث وثقافة، فذلك كله يصب في كل المعاني التي نرتقي فيها ونرتقي بمسؤولياتنا جميعا تجاه أن تبقى دائما وأبدا تنمو فينا، لنحمل الراية من الآباء ونقدمها للأجيال القادمة. فهذا المهرجان الذي سيعبر بكل تفاصيله وبكل المشاركين وكل الفعاليات التي سيقدموها، وأيضا أضم بشكري الشكر الخالص لهم، سيعبرون عن كل معاني الجمال وكل معاني الارتقاءات التي تهدف دائما وأبدا للاستمرار في إدارة العجلة الثقافية التنموية التي تهدف بالأساس فيها إلى الارتقاء بقيم ومعاني الإنسانية. فأنتم جل اهتمامنا أيها الإخوة والعوائل الكريمة، وهذا الجيل وهذا النشأ الذي نعتز به، لن نرنو جميعا بتطلعات أن يكون ذات يوم هذا الجيل الذي يحمل المسؤوليات ليرتقي بكل معاني هذا الوطن. فنحن في إطار البناء وفي إطار التنمية جميعنا مسؤولين المسؤولية المباشرة عن أن نغرس الفهم الكامل وعن نغرس المعنويات في عقول وقلوب ووجدان هذا الجيل. بورك جمعكم الطيب الحافل بمساحة الفرح هذه، والتي نعدكم إن شاء الله أن نبقى دائما على العهد وعلى الوفاء معكم، أن نستمر في تقديم ما من شأنه حقيقة أن يرتقي بالثقافة قيما ومعاني. فالثقافة أيها الإخوة كما تعلمون هي طرق عيش وأسلوب تفكير، وهذا إن ضم معنا فهو بين قوسين كل شؤون الحياة معنيين فيها، وبالتالي أعتقد أن كل المؤسسات بطبيعة أعمالها هي أيضا المسؤولة مسؤولية مباشرة على الارتقاءات الثقافية التي نعنيها. فاليوم نحن أمام الاحتفاء بكل المنجزات في هذا الموسم الثقافي المهم، صيفنا الجميل الحافل بكل معاني الفرح هذا. بوركتم أيها الإخوة على هذا الحضور الطيب، ونرجو لكم أن تستمتعوا بفعاليات هذا المهرجان الذي هو منكم ولكم، ويستهدف مباشرة دائما وأبدا أن نكون تجاه وطننا وأن نكون تجاه أهلنا ومجتمعنا الذي نكن له كل الاحترام. فنحن دائما وأبدا في هذا الوطن العزيز، هذا الوطن الصامد صمود الجبال، سنبقى ما حيينا نقدس كل معانيه ونقدس كل ما فيه من قيم، كل ما فيه من مختزلات. فهذا الوطن لن يكون لغيرنا، ولن نكون نحن موجودون في أي مكان غيره. فلا نرضى نحن وإياكم أن نستبدل ذرة من تراب هذا الوطن إلا في الجنة بعد عمر طويل. بوركتم
وهناك حفلكم هذا ودائما معكم على المحبة وعلى الوفاء. نلتقي في مهرجان عجلون العباه، هذا السندس الأخضر الذي لكن لها كل المحبة، فنحن نتفيا في ظلال أمنها وعزها وفي ظلال خيرها. إخوة أهل المتحابين، لفيف طيب جمع الأهل بالأهل، ودائما على البركة وعلى المحبة. نلتقي، نرجو لكم مساء حافل بكل هذه المعاني التي ستقدم من مساحات فرح. على العهد ماضون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سليم دربك يا بلد والله محييك، وإن كان في بحرك سمك لكتب شعري فيك، وإن كان في دربك ملك عزيز قوم مواليك، لشد العزم والفلك وقول يا هلا بيك، وقدم روحي لك فدا وقص من عمري وعطيك هاشمي، وبصدق الافعال اردني في جيرتك ما بخاليك. بيوم قالت جدتي ارفع راسك يا ولدي ان تردني، كبر الحلم يا جده وعرفت معنى موطني، وصرت اغني للبلد مواويل وحجني، معزوفتي تدق العود من دكته تعرف معدني، انا رمزي وهويتي وعنواني اردني ثم اردني ثم اردني. والان اترككم مع قراءات شعريه يقدمها الشاعر معاذ غرايبي والشاعر علي بني عطله.